شارك سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام في افتتاح أعمال النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام 2024 الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وقام بافتتاح الكونغرس صباح اليوم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء. بهذه المناسبة أكد سعادة وزير الإعلام أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وضمن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي حرصا كبيرا للعمل على تعزيز التعاون الدولي في المجال الإعلامي انطلاقا من الإيمان الراسخ بالأهمية المتزايدة لإيجاد شراكات إعلامية استراتيجية فاعلة في الوقت الراهن، خاصة وأن الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم والتطورات المتسارعة على صعيد القطاع الإعلامي تستدعي تعزيز التواصل وتسخير كافة الجهود لتمكين وسائل الإعلام من القيام بدورها بدقة ومسؤولية. قد أشاد سعادة الوزير بنجاح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تنظيم هذا الحدث العالمي المهم للدورة الثالثة على التوالي، مؤكدا أن نجاح الدورات السابقة للكونغرس يعكس ما يقدمه الحدث من فرصة ثمينة لاستعراض أحدث التوجهات العالمية في القطاع الإعلامي وتبادل الخبرات والتجارب واستشراف الرؤى الاستراتيجية لدعم وتطوير قطاع الإعلام وتعزيز تأثيره. كما نوه سعادة الوزير بأهمية الموضوعات المطروحة للنقاش خلال جلسات الحدث في هذه الدورة، والتي تتناول قضايا جوهرية من أبرزها التحديات المرتبطة بمصداقية وسائل الإعلام والتحول الرقمي، إلى جانب القضايا الأمنية العالمية ومواضيع القيادة الحضرية والأبعاد الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. خلال حفل الافتتاح ألقى معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطئ الحامد رئيس المكتب الوطني للإعلام كلمة أكد فيها الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات للتعاون من أجل تطوير قطاع الإعلام، مشيرا إلى أن الكونغرس العالمي للإعلام يمثل فرصة لاستعراض التحولات العميقة التي تشهدها صناعة الإعلام وتقديم حلول ناجحة لمعالجة ومواجهة التحديات التي تؤثر على المشهد الإعلامي العالمي. تشرفت بحضور افتتاح الكونغرس العالمي للإعلام بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد آل نهيان. الفعالية الكبرى التي تقام سنويا برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد، واللي الحقيقة أنا دائما أقول أنها فعالية فريدة على مستوى العالم. فيه عدد من الفعاليات اللي تجمع تخصصات معينة في مجال الإعلام، ولكن هذه الفعالية الوحيدة اللي تجمع الإعلاميين من مختلف التخصصات تحت مظلة الإعلام في إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا وجودي هنا لا شك أنه في ظل الروابط الكبيرة اللي بين بلدينا الشقيقين والعلاقة الوثيقة بين البلدين في ظل القيادتين سيدي جلالة الملك ودعمه لكل ما يربط هذا البلدين من علاقات وثيقة، وأيضا سمو الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره، هذه العلاقة الخاصة بين البلدين الحقيقة دائما تشجعنا أن نكون مساهمين بشكل كبير في فعاليات الكبرى التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونتمنى بإذن الله النجاح لهذه النسخة المميزة. اليوم نشوف معرض أكبر من النسخة السابقة، عروض مطورة، ندوات نقاشية تتسم بالرصانة وتتسم بأنها تكون قريبة جدا من الواقع وتضع حجر الأساس للمرحلة المقبلة.